فلاش رويال بعثت لي هذا الصندوق زي ما انتم شايفين. انا اصلا اوريدي فاتحه ولابس واحدة من البلايز اللي بعثوا لي اياها. هاي بلوزة الكينج وهاي كمان بلوزة البرنسس. نايس بلايز بكواليتي كثير اسطورية. ولكن الاشي الاهم بعثوا لي ثالث واخر فيجر اللي هو للبيكا. فهون زي ما انتم شايفين في عندنا هون الارش كوين، في عندنا البرنس، والفيجر الثالث انضم لنا. نعملكم هيك طلع حلوة كديتيلز جدا جميلة منحوتة ناحية معلم، ولكن صغيرة بالحجم نفس الارشر كوين اللي ورا. واعطوني كمان هدية اخيرة سيزا. قبل لا نبدأ في عنا بالمتجر ليتل برنس لانش اوفر. هذا العرض على الاغلب راح يجيك عرض اقوى منه. ليش؟ لانه ليتل برنس للامانة جدا قوي وراح يبلع نيرف كمان اسبوع اسبوعين ثلاثة. لحد هسه عندي ليفل 11، بامكانك اذا حاب تلعب فيه تستخدم البوشن تطوره لليفل 15 تلعب فيه مثلا بالكوس. ولكن من وجهة نظري ما تشتري العرض، استنى لينزل العرض اللي بعديه بعد ما ياكل نيرف، راح يكون ارخص منه بكثير وتقدر تمكسه فيه. لا ننسى نستخدم كود هيمي بالمتجر، الله يعطيكم العافية. الدعم جدا خرافي كان من ناحية سبسكريبشن بالقناة الانتساب، وبرضه كمان من ناحية استخدام كود هيمي بالمتجر. شكرا جزيلا لكم. التشكيلة الأولى اللي لعب فيها لورد اكس بيكا بريد سبام. اصحنا حاليا هذا الفيديو اللي هم نزله عشان ليتل برنس، فراح نقيم التشكيلات. اعتقد انها تكون هي من اسوأ التشكيلات لانه الميت الحالي صراحه قاضيه. البيكا ولا الها يعني ما الها مجال البيكا باللعبه. الميت الحاليه في عندنا جوبلين جاينت بتصد انت بالبيكا صح، ولكن بلهيه تسحبه للجهه الثانيه. اخذ ضربه مع الزاب كمان، اوكي بسيط مش مشكله. رويال كروتس سايكل جدا سريع، اغلب الشكلات كلها سايكل جدا سريع، فالبيكا انا مش شايف في له مطرح، ولكن راح نشوف. يعني في عندك هنا جولم مثلا راح تلاقي، حتى تعرف حتى مع الجولم بحس البيكا كمان صعب يلعب فيه، وللامانه البيكا بالسبام من دون تجربه مبينه ضعيف في التشكيله، انه البيكا عندك اياها 7 اكسير ما في لها مكان تلعبها فيه، وتشوف هنا يعني لو تحط بدل مني بيكا والله اريح لك، بس لاعبين البيكا انا لاني مش لاعب بيكا بالسبام بيستغلوا قدرة البيكا انه 7 اكسير التانك تبعها ينحط قدام الباتل رام ويقدر يعمل فيه. انا اسف راح تسمعوا هذا الحكي من عندي، المتا الحالية راح تكون جدا وسخة، راح تكون كلها ليتل برنس وكلها ارشز مطورين، فعلى الاغلب بعد فترة معينة راح تتلعب متا مضادة للمتا الحالية، تكون بطاقات كاونتر ليتل برنس والسوبر ارشرز، خاص نص ايفو ارشرز اوكي الارشرز مطورات. هنعمل دبلين برشر هنا ما ينفع خاصه ليتل برنس، راح نهجم مع البيكا واتوقع انه برجو راح ينمحط. يا حاطط الميني بيكا حلوه عشان اصيد البتل رام، ولكن ما حكى برجو راح يبلع. سو فينا هنا جوست لا ليش شكل جوست ليش؟ الله يسامحك حتى الباندت غلط لان فكتها تروح وراها. يلا بصير دافع عنها ممكن كمان طقها غلط. اصلا راح ندافع مش راح نعمل اي شيء. اوكي العب هنا مع هوج، والله كنت العب من ورا بس صدقت انه كان في مع هوج. حتى الهوج كمان اللعب غلط معلم، معاه 36 ثانية، المفروض تأنى شوي باللعب لانه سايكل نوعا ما سريع، فما في داعي كل هالهجوم. طبعا صح، اذا لحد الان مش مشتركين في القناة شو بتسووا؟ اعط لايك واشتركوا في القناة. اوكي زاب نايس. في معه هوج هسه هو. هي ما لعب الهوج رايدر. اوكي في معه واحد اثنين ثلاث هسه. جنان يلي بردك شنان. لورد اكس حكى لي تشكيلاته هاي مخصصه نوعا ما للميد لادر، ولكن انا هون بقيم على التوب لادر 5 من 10. مستحيل هاي تصمد قدام اللاعبين التوب. التشكيلة الثانية مال ريبلز الكترو جاينت تريبل سبل مع بيلدينج وارشرز مطورات. هو عنده بالقناة ما لعب بالارشرز المطورات، ولكن انا تعرفوا لحد هسه هاي اول مرة بلعب فيهم الارشرز المطورين، اول مرة اقسم بالله. هذا بيلعب سباركي او يمكن ميني بيكا سباركي، خلص ايش داري؟ لانه في منهم بيلعبوا جوبلين جاينت بس بحطوا معاه دارك برنس وميني بيكا ومذر ويج عشان تكون يعني هيك احسن. راح اسحبها والله ما طلعت عندي سر وظلية خارقة لإله، بس دفاع اسطوري كان. راح نعمل سبيت ارشرز، اذا ما كان في معه اشي يقتل الارشرز جدا راح يتغلب جدا مال ريبلز. هم هون تلبرنس هاي المرة. طيب بولر هنا
اوكي راح اغير نظام لعبي. لا الدافع دائما نفس الدفاع. تمام يا حرام توقعت اقسم بالله توقعت انه اللايتنينج تمسك الارش السباركي بالاول. يلا بسيطه هسه راح ابعره في معي اعصار لازم ايش في معي اثكويك اعصار. تنبسون هنا بولر على الماسكي هي انا اسم معي اثكويك صراحه ملحقتش انسى. يلا بسيطه ليتل برنس على الماسكي والله ايدي زحلق عشان هيك انت خط بالله. في معي اعصار مع زاب. او ماي جاد ايش كنت مقرفه. بارباريانز والله توقع هاي هجمتي معلم. ما صار هو انت بنسى على الفاضي. الحلو بالبولر انه برجع التبرس لورا فالفك تشارجر. توقع خسر صار كثير غلط في مع بربيريانز هسه صار كثير غلط. بربيريانز خاصية ليتس جو اند هيز ديد. قيمة تشكيلة مال ريبلز 9 من 10 دفاعها جدا رهيب فعليا لو تستفيد بس شوية من الأشهر المطورات راح تبهدل صحته. التشكيلة الثالثة مال ريبلز راح نلعب بالرام رايدر مع الميجا نايت برضو كمان بليتل برنس وقدام هسه طلع لنا بيكا لأنه قوي على الـ على الميجا نايت. يلا بسيطة راح نهجم عشان يضطر يدافع نلعب ارشرز على البيكا نستنى ما راح نعمل أي شيء. تمام بعدين هون ليتل برنس بعيد شوية عشان نسحب له البيكا. فعلا برج الملك عادي خليت موت أهم شيء فعلا برج الملك. ولعب جميل نوعا ما أفعل خاصية يا سيدي من فعل خاصية. طبعا يا ليتل برنس بيموت بالبويزن ها ليتل برنس بيموت بالبويزن كامل الفاير بول لا. وبرنسس أنا ناسيها تعرف رام رايدر يمين لأن ما بدي يلعب بكا قدام الماجيك أرتشر. شو البيضة هاي؟ وأنا مفكر أنا جايب شكلات وسخة ها مقرف الخصم. طب والله أحط لك أي شيء وراهم أي شيء. طيب لو هون فعل خاصية والله بهدل صحته. موتوش بغير ارشر مطورات نايس. طب خلينا نشوف والله هون الارشر شو راح يعملوا بالبكا خاصية. انا في ميجانات معه يا حرام. طيب هذا راح نط قرب بس منه من هسه بلا قرب. حلو والله دفاع رهيب معلم. هي ها ها على الفض نط عليها واعطينه هون جوست عشان اجباري دافع عنه والشب خسر. اتوقع ما معك سير حتى لو دافع اليمين في مع مين بويزن. تشكيلته وسخه بس فزت عليه نايس. تقييم التشكيله مال ريبلز جميله بس ما استمتعت فيها ترجعني لايام زمان بس كنت العب هاي النوعيه من التشكيلات. وجود الباندت مع المينجا نايت كثير منيح 8 من 10. التشكيله الرابعه واحدة من أفضل التشكيلات وأمتع التشكيلات اللي أنا حالياً عم بلعب فيها اللي هي جريفيارد مع فريز بولر وبيبي دراجون والقرف هاد ولكن مع إضافة سبيشال هيك نكهة سبيشال الليتل برنس. طبعاً كل قربة تلعب الليتل برنس راح تقرفه. المتل حالية عبارة عن الليتل برنس وأشرس مطورات اللي ذاكلوا النيرف راح تقرفه. سايكل سيء هذا أتوقع عم بلعب مين. طيب راح ندافع عنه غلط خاصية هنا اهبط ولع السايكل تبعه مسرعه صار رجل الفينكس ثاني مع انه اللي ترى لعبه كثير كثير هو
ابو هنا بالله اعصار عشان يقتل الجوبلينز ويقدمه قدام الفينيكس، فالبرج بيمسك الجوبلينز والفينيكس راح يموت، اطلع بيضه بس راح يموت. هسه في معاه جوي بطاقتين اللي هو الفينيكس والليتل برنس، طبعا هي مبين انه بيلعب ار جي، فهون الانفيرن دراجون راح يكون خيار دفاعي جدا اسطوري. ولكن فينا مشكله الالكترو سبيريت. اها سو في معه البرنس هو هسه ما دافع ما عمل اشي، تأخر كتير، مش راح اكمل الجريفيارد لانه ما معي كسير، هو مع جوبلينز هسه يو نو. اجى ببالي اخذه يمين ليتل برنس مع جريفيارد، بس مش عارف انه ساكو كثير سريع صح، بس في معه مين ار جي مطور، بس ما انتبهت اذا بيلعب لايتنينج ولا فاير بول، هسه راح نشوف. اوه دفعت عنه، راح يفاوج الملك هو، فعله. الخاصية خسر. انت ما شفته بس احنا توب لادر عيوننا معلم بتشتغل ب 60 ميجا هرتز بالثانية. في هون ار جي هسا اخي هي محلاك، هون كايت اخي هي محلاك عليك لما تحفظ السايكل، يا الله مثلا اللي بتصير عليك. انا عيوني لقطوا الجوبلينز قبل ما ينزلوا، ارجعوا شوفوا، تلاقوا في جوبلينز نزلوا وبلعوا هن نزلات. بلاحظ روح الثيك راوند، طبعا هو تفعيل برج الملك جدا جميل اوكي، من افضل تفعيلات برج الملك، ولكن على الفاضي لانه برجه راح اليمين. صراحه اللعبه نهائي هنا، اتوقع انه اللعب جيجي ملك الجرافيارد، هاي غلبنا فيها احمد شحاده بس بدون ليتل برنس. تقييم التشكيله مال ريبلز 10 من 10، واخر تشكيله راح نلعب فيها تشكيله كثير مستفزه. جوبلين جاينت سباركي والعفن، تشكيله معفنه الها ريحه. اوكي ما وصلش ليتل برنس اكيد، يعني كله بيلعب ليتل برنس. العب والله جوبلين جاينت يا صار، انا سايكلي سيء، لو انه معي سباركي لعبت سباركي هون، خاصيه منه جدا سيئه. ليتل برنس هون ليفل 13، وبعدين خاصيه هون لازم فعلت اعصار انا تمام، بس لا ما بديش لانه انا هناك صار 6 اكسير، هو اكسير اعلى من اكسيري، لو لعبت اعصار فعلت برج الملك كثير منيح، بس مش هسه لانه اكسيري مش زي اكسيره تمام. انتوا دائما حاولوا العبوا حسب برضو الاكسير، يعني هون رح ناكل كم ضربه من البزاقه ولكن الوول بريكز ما راح يوصلوا. اوكي طبعا انا هون بلعب تبل سبيل، تشكيله يا الله معفنها، والمني بكا ضرب كمان ضربة، لعب لإلنا جدا جميل. معلم شو حاب تهدى شوية؟ فين تسريع هون؟ راح تسريع، مش حاب ألعب الملك برضه لنفس الأسباب الخاصة فيا. شو راح أعمل؟ ولا إشي. تعرفوا؟ أسف على الخاصية أما قبل لا. طبعاً اسمعوا، على فكرة ليتل برنس قدام ليتل برنس حاول أخر خاصيتك. صح انا اعلى منه بليفلين، انا 13 ولكن حاول بعدين. طيب ماشي، اللي بضرب خاصيته اول هو بخسر، لانه اللي بضرب خاصيته اول راح يرجع الليتل برنس الثاني بالجارد تبعه يو نو، فبفك عنه التشارج، راح تبلع راح تبلع يا مدير. لانه في معي مني تكا ما في داتا سريع، نروح البرج. يا رجع. حتى برنس عشان ندافع عن الهوج واللعب اسطوري، للاسف هجمه واحده معلم بلشت تبلع. مع انه لحد هسه كمان الفاس المطور ما لعبناهوش. رح ندافع فيه عن جوبلين جاينت. رح نعطيه تسريع كمان هنا. يا على الفاضي. خاصيه هنا. وشو عمل ايش صراحه؟ العب هنا سباركي، بس في مع وزر، هوج قصدي. شو بعمل انه هنا؟ بعطيه حبة اعصار بوم! يا حرام على البلعة. يا حرام على البلعة. جي جي انا بلاي تونس. تقييم التشكيلة مال ريبلز
10 من 10 من افضل تشكيلات المتل الحاليه اللي حابين تلعبوا فيها. في تشكيله كمان مشابه لها بتلعب فيها بالمذروتش كامل ريبز. هذا كان فيديو تبعنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا فيه. عجبكم السلامه لللايك، اشتركوا بالقناه والسبسكرايب لحتى تدعمني كل العاب سوبر ستار. تصدقوا ديهم بالمتجر، انا راكم قريبا ان شاء الله. Peace out.